الصحفي، مرحبا بالصحافه المحليه مدينه العريش، مرحبا بنا عندكم في مدينه العريش. ناصر الكوتي، صوت المغرب من بلجيكا، فويس اوف موروكو، صوت المغرب اللي هو صوتي وصوتك وصوت المغاربه كاملين. احنا اليوم على لقاء افتتاح المهرجان الدولي لتوت الارض يسمى بالفراوله وهي اسم مصري. احنا جينا نضمنوا مع الناس اللي qui sont dans l'organisation, à dire Nadar Shui Afrasari Arias, qui sont dans l'organisation et qui sont les gars et amis de Mishawah, en Jadala ou Stihkat, Bashir Oslo, Lad Lyon, Lihna Fayyoum, Rodin Inch'Allah, quand vous donnez comme Madame Mouna Marwan, elle est la raïsette Jamayet Ifda de Madinat Al-Araish. كذلك هي غنية عن ذلك لأن أنتم كصحفيين يمكن تعرفتوا عليها قبل مني، لأنها كانت دارت واحد الاختراع نشيط في هذا الميدان، ولكن في ميدان الخياطة أنها دارت آلة اللي كانت طرد الصناعة التقليدية ديال برشلونة للوجود. كاين معنا اليمني عبد الحكيم من طنجة اللي هو مؤطر معايا في الميدان الإعلامي. غادي نعطي الكلمة لمدام منى، السيدة منى مروان، باش تهضر لنا على الفكرة، تهضر لنا على كيفاش يعني جات الفكرة ديال المهرجان. المهرجان ماشي ساهل، عارفينو كاملين، يعني باش ينظموه واحد المجموعة ديال النساء. اللي أنا قبل ما نسالي الهضرة ديالي كنطلب منكم أنكم تحييوهم صراحة، تحييوهم بالحرارة. لهادشي اللي خلانا جينا من بلجيكا باش نساندوهم ونبداو معاهم ونكملو معاهم، وماشي غير اليوم، غادي نمشيو معاهم في المسار ديالهم إن شاء الله، ونكونو حاضرين معاكم دائما إلى قبلتو علينا ورحبتو بنا من جديد في مدينة العريش. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. بك سي ناصر الكوتي، صحفي غني عن التعريف، صوت The Voice of Morocco in Belgium. احنا جد سعداء هذا اليوم اللي هو يوم افتتاح مهرجان ملكة جمال الفراولة 2018 بمدينة العريش. هذا المهرجان اللي انضمته جمعية ابداعات العرائش، اللي هي جمعية عندها بزاف ديال الطاقات وبزاف ديال النساء اللي هما عندهم بزاف ديال الأفكار جديدة إن شاء الله اللي غتفيد المدينة وتفيد حتى المغرب كامل لما لا، ونمثلو العرائش في دول أوروبية ودول عربية إن شاء الله. بالنسبة لهذا المهرجان هذا اللي هو مهرجان ملكة جمال الفراولة، ماشي جا غير بالصدفة أو بالعكس، كان اشتغال عليه من 2014 اللي كان غادي يكون هذا المهرجان، ولكن ما كناش قدرنا باش يعني نقدروا ننظموا، ولكن الحمد لله كل حاجة في الوقت ديالها وكل حاجة كتجي في وقتها أحسن. بالنسبة لهذا المهرجان هذا فهو مهرجان فني سياحي بامتياز، لأنه غادي يعرف المدينة والمنتوج ديال المدينة وخصوصا منتوج الفراولة. شكرا. اللي عنده شي سؤال السلام عليكم، ومسبقا عواشر مبروكه ورمضان مبروك بالتوبه والمغفره ان شاء الله للجميع. فيما يخص التدخلات، مكرات الاخوان يقدموا نفسهم في المنبر اللي كيمثلوا ويطرحوا السؤال. هذه الجمعيه جمعيه ابداع العرائش حقيقة اللي جات واحد الموضوع هام جدا، كانت تقدر تجيب مهرجان سردين، تقدر تجيب مهرجان بطاطيس والكاوكاو وجبت العريش، يعني ماشي ضروري تكون لافريز، كل المنتوجات ديال العريش ديال التقليد موجودة وموجودة بكثرة. جات لافريز ديجا بوغ لا بوميي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 ي
pour l'Arèche, pour Nas de l'Arèche. Ce qui fait l'hôtel et la direction d'Yalo, et donc il encourage les activités qui sont faites ici à niveau de l'Arèche. On essaie de sponsoriser le passage des événements, soit au niveau culturel, festivités et tout. Ce qui fait la première des choses, la première occupation de l'établissement de la direction, c'est l'Arèche et la région de l'Arèche et les gens de l'Arèche. Et encourager Gannes, quoi que ce soit au niveau sponsoring, les festivals, les activités, les soirées. Le premier lieu, l'hôtel, il est fait déjà pour Nas de l'Arèche, pour la région de l'Arèche. Où elle encourage qu'il y ait un Nas de l'Arèche, soit des personnes physiques, soit des personnes morales. Et où il est prêt à les festivals, les événements, plusieurs événements à Otiani. L'hôtel Tiawa, il sponsorise les passages que nous avons à Naya, Miss Fraise, la direction de Miroul Rabat. D'autres événements de la faculté de l'Arèche, le festival de Radio Zéro Tien, Inch'Allah, juillet de la. رئيسة جمعية إبداعات العرائش، مصممة أزياء ومخترعة ومديرة مهرجان ملكة جمال فراولة 2018. بالنسبة لهذا المهرجان، هذا هو مهرجان ثقافي فني سياحي باش يعرف بالمدينة أكثر ويسوق لمدينة العرائش. الله يكمل بالخير يا ربي. شكرا. السلام عليكم، ناصر أوكوتي من صوت المغرب، Voice of Morocco، مدينة نامير بلجيكا. أنا حاضر اليوم الافتتاح ديال المهرجان، الدورة الأولى، ملكة جمال توت الأرض، اللي اليوم منطلق من مدينة العرايش اللي كنسميها أنا عاصمة توت الأرض. احنا مساندين هذا المهرجان وجينا من بلجيكا لأن تقنا في هذه الفكرة، باش نساندوا الجمعية المنظمة لأن كتسعى في تعزيز مدينة العرائش اقتصاديا سياحيا وكذلك ثقافيا.